شركه الترسانه البحريه الحقيقه هيفهم الاقتصاد المصري بدا ازاي وماشي ازاي ورايح لغايه فين. هو سنه 1960 تم انشاء شركه الترسانه البحريه وتم العمل فيها من 1964. 1973 تم اصدار قرار من رئيس الجمهوريه باعتبار شركه الترسانه شركه مساهمه مصريه. تحولت بعد كده سنة 1993 لشركة قابضة بموجب القرار رقم 217 سنة 93. في 2003 اتحولت وأصبحت تابعة لجهاز الصناعات والخدمات البحرية التابع لوزارة الدفاع. ده بالظبط كده تقريبا اللي بيحصل في الاقتصاد المصري، شركات مساهمة، شركات قابضة، وبعدين تتحول هذه الشركات القابضة لتكون خاضعة بشكل أو بآخر لوزارة الدفاع. اللي حصل مع عمال شركة الترسانة إن هم يوم 22/4 يوم 22/5 يوم 22/5 كان ليهم عدد من المطالب. هذه المطالب وفقا للتقرير اللي كاتبه السيد اللي هو رئيس مجلس الإدارة، مطالبهم بتقول كالتالي: اعترضوا على القيمة المالية الممنوحة لهم من قبل القوات المسلحة بمناسبة شهر رمضان الكريم اللي هي كانت 75 جنيه. هما طول الوقت كانوا بيصرفوا شهر على رمضان وشهر منحة لبعيد ولدخول المدارس. من بداية من 2007 وتحديدا من سنتين أصبح مبلغ مقطوع بيصرف للقوات المسلحة العاملين في الشركات مبلغ 75 جنيه فقط. طلبوا انهم تسديد الشركة لباقي مديونية صندوق الزمالة العاملين. العاملين عاملين صندوق للزمالة ديهم. الصندوق ده تم الاستيلاء عليه من قبل مجلس الادارة. العمال طبعا بيطلبوا مطلب صعب جدا ان الادارة تسدد هذه المديونية. والادارة رافضة وعمالة بالجد. تحديد موعد لاصدار حركات الترقيات لعاملين بالشركة. وقف الترقيات في الشركة من سنة 2007 حتى تاريخ. هما بيطالبوا انهم يتم اعادة الترقيات ليهم وتوزيع نسبة الارباح. السيد القائم ب على اللجنة النقابية طلع لرئيس مجلس الادارة وحاول يتفاوض معاه. ودي ورقة لو حابين الزملاء الصحفيين ياخدوها، دي ورقة المفاوضات اللي هما توصلوا ليها. هنلاقي كالتالي القرارات اللي اتخذت: قيام بعض العاملين بتغيير الوظيفة المعين عليها والعمل بوظيفة أخرى أقل في المجهود والمسؤولية، وذلك بعلم ومعرفة رؤساء القطاعات. ده كان مطلب العمال. اللي هيحصل فيه إيه؟ يتم تقديم قائمة بأسماء العمال المخالفين لمسمى الوظيفة بمعرفة رؤساء القطاعات. طيب، صندوق الزمالة لشركة الترسانة الإسكندرية والذي يتم خصم من كل عامل بالترسانة 5% من الحافز و10% من الراتب. بيقسموا من العامل 5% زائد 10% من الراتب، وده بيتحط في صندوق الزمالة. طلبوا ان يتم رد هذه المبالغ. تم جدولة الديون ودفع الاقساط حتى فبراير 2016 بقيمة، انا عايزة اقول لكم ان قيمة الديون دي 3 مليون. هما اتفقوا انهم هيدفعوا قسط شهري 544,000 جنيه وهكذا. يعني ممكن نصورها بعد ما خلص الكلمة. كل المطالب اللي طلبوها سيتم سوف ان شاء الله باذن الله. وبالتالي العمال اعترضوا على هذا وعملوا وقفه احتجاجيه داخل المصنع يوم 23. يوم 24 توجهت الشرطه العسكريه ومدرعات وعربيات امن مركزي وقامت باغلاق الشركه ومنعت العمال من الدخول. وصدر استدعاء ل 26 عامل من العاملين بشركه الترسانه البحريه. 13 عامل منهم توجهوا للنيابه العسكريه علشان يعرفوا ايه نوع التهم الموجهه ليهم. بعد التحقيق معاهم تم ابلاغ المحامي الاستاذ محمد عواد زميلنا بان هو اخلاء سبيل بضمان محل الاقامه كل من القسم التابع ليه. توجهوا للاقسام اللي هم تابعين ليها ليفاجئوا ان القرار الحقيقي هو 4 ايام على زمه التحقيق. 4 ايام دي اتجددت بعد كده. بعد الاربع ايام خدوا 11 يوم وبعدين 15 يوم في 15 يوم وبعدين نزلوا جلسه يوم 25 وبعدين هيبقى بعد كده ابتداء من يوم السبت القادم الجلسات كل يوم لاستدعاء رئيس مجلس الاداره ورئيس قطاع الامن لسماع شهادته. التهمه اللي موجهه ليهم بناء على قرار الاحاله الصادر من
رئيس النيابة العسكرية، أحب أقرأه لكم. بصفتهم موظفين عموميين بشركة ترسانة الأسكندرية التابعة لجهاز الصناعات والخدمات البحرية بوزارة الدفاع، حرضوا العاملين بقطاعات الشركة المختلفة عن الامتناع عن العمل بأن قاموا بالدعوة للتجمع وتنظيم وقفة احتجاجية داخل الشركة بقصد عرقلة سير العمل والإخلال بانتظامه بتحقيق غرض وهو تحقيق مطالبهم المبينة بتقرير قطاع الأمن بالشركة المرفق بالتحقيقات. وكان من شأن ذلك إحداث اضطراباً بجميع قطاعات الشركة والإضرار بالمصلحة العامة. مواد الاتهام: المادة 5 من قانون القضاء العسكري، مواد 124 1 و2 و3 والمادة 124 1 على 1 و4 من قانون العقوبات. ده قرار الإحالة. القضاء العسكري رقم 5 حابة أقرأه لكم برضو عشان تبقوا عارفين. اولا زي ما قال الاستاذ سعود عمر، يخضع للقضاء العسكري كل العاملين بالجيش والامناء وامناء الصف والضباط والعاملين وكل من يتعرض لمركبه او سياره تابعه للقوات المسلحه او احد المحال التي يشغلها اي فرد من افراد القوات المسلحه. يعني لو نزلنا جمعيه الاستهلاكيه اللي عاملينها القوات المسلحه اتخانقتوا مع الموظفين اللي موجودين هناك هتتحالوا لمحاكمة عسكرية. ده هنا المادة 5 بتقول معدلة بالقانون 5 لسنة 68 ثم عدل من نفس المادة بقانون 82 لسنة 68. تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب أحد الجرائم الآتية: الجرائم التي تقع في المعسكرات أو السكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت. الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقة. ده المادة 5 من القضاء العسكري. المادة 124 بتتكلم عن الامتناع عن العمل والتحريض عن الامتناع عن العمل، والمفترض ان عقوبتها 6 شهور وغرامة بتضاعف في حالة التحريض. اضيف ليها مؤخرا مادة اللي هي امكانية عزل العامل من محل عمله، اي فصل العامل حتى يعني ده لمزيد من الاضطهاد للعمال. الحقيقة ان احنا حاولنا نتواصل كتير جدا مع العمال واخيرا كانوا اقتنعوا انهم يقولوا شهاداتهم وكذا. تم تهديدهم بشكل واضح ومباشر من رئيس النيابة، وتم استدعاء رئيس اللجنة النقابية وقالوا له ما تنسوش ان القضية في ايدينا. وحتى بعد صدور الحكم التصديق على الحكم واستئنافه في ايدينا. فللأسف الشديد وضع العاملين بالترسانة بشركة الترسانة البحرية وضع سيء جدا. أنا كل اللي بطلبه إن كل الناس تبقى متضامنة معاهم بكافة الطرق والوسائل. مش لازم نلتقي بالعمال إذا كان هم عندهم هذا النوع من القلق والخوف، وأنا الحقيقة عذراهم جدا إن تكون عندهم كل المخاوف دي. بس في النهاية إحنا نقدر نكتب عنهم، نقدر نتضامن، نقدر نوقع على البيان، نقدر ننشر طول الوقت، نعمل هاشتاج بأي وسيلة من الوسائل. أشكركم وأسفة على الإطالة.